وقود المستقبل الذي لا ينضب ينتظمون إلى مهرجان عمان للعلوم، تدفعهم عزيمة الاستطلاع والمعرفة، وتقودهم طموحات المستقبل والغاية. فوجدوا المهرجان مساحة ثرية للفكر والتجربة والبحث والابتكار في مجال الثورة الصناعية الرابعة والتقنية والتكنولوجيا. جئنا هنا لكي نزور المعرض، شفنا فيه الكثير من وزرنا فيه الكثير من الابتكارات، من الأقسام، من الابتكارات والبيئة والتقنيات العسكرية وغيرها. كان جميل وممتع جدا. القرية الهندسية ركن علمي في المهرجان، يقدم بطريقة تفاعلية مهارات القرن الحادي والعشرين ومهارات الثورة الصناعية الرابعة من المتطلبات الأساسية، ويقابله ركن عملي آخر للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، يستعرض للطلبة مختبرات مصغرة في العلوم والحاسب الآلي ومختبرات تعليمية تحاكي المناهج المدرسية. تأتي مشاركة شركة عمان للغاز الطبيعي المسال في رعاية مهرجان عمان للعلوم، وأيضا إنشاء ركن الشركة في هذا المهرجان، تجسيدا لتطلعات الشركة في إثراء العملية التعليمية وصقل مواهب وقدرات أبنائنا الطلبة بما يخدم تطلعات المستقبل. نحن هنا في ركن العلوم والاقتصاد بمهرجان عمان للعلوم، نمثل بنك صحار ونعمل ورش تفاعلية عن المستثمر الصغير. نستهدف جميع الفئات العمر، من الطلبة ومن الكبار، نرشدهم لطرق الاستثمار الجديدة والتوعية عن الادخارات اللي تصير. فرق تطوعية من مختلف الجهات الحكومية والخاصة حاضرة في مهرجان عمان للعلوم لاستقبال وتنظيم الزوار وتوجيههم وتقديم المساعدات اللازمة. يأتي دور المتطوعين من عشائر الجوالة والجوالات من مختلف محافظات السلطنة في عملية تنظيم واستقبال مرتادي مهرجان عمان للعلوم، وأيضا في الفترة الصباحية استقبال طلبة المدارس والكليات والمعاهد وإرشاد الزوار إلى مختلف أركان المهرجان وعملية تنظيم استقبالهم وتوجيههم للبوابات. أينما تولي وجهك في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض تنهل علما وفكرا وتجربة وبحثا، وتصافح صناعة وابتكارات وأجهزة تقنية متطورة تواكب الثورة الصناعية الرابعة. تتواصل أيام مهرجان عمان للعلوم 2022 وسط إقبال واسع من طلبة المدارس والكليات والجامعات ليتعرفوا على آخر ما توصلت إليه العلوم في مجال التقنية والتكنولوجيا ومجالات الثورة الصناعية الرابعة. من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط.